هذا وقد نشرت جماعة تطلق على نفسها جيش العدل البلوشية مقطعا مصورا أكدت فيه أن عنصر أمن إيراني كان قد اختطف في منطقة حدودية في إقليم بلوشستان لا يزال حيا. جاء في بيان جيش العدل أنه سعيد براتي المنتسب لقوات الشرطة الإيرانية كان قد أصيب خلال مواجهات مسلحة العام الماضي على الحدود الإيرانية الباكستانية، إلا أنه لا يزال على قيد الحياة، في حين لم تقدم الجماعة أي مطالب من الحكومة الإيرانية مقابل الإفراج عن براتي. يذكر أن حركة جيش العدل تقاتل القوات الإيرانية لاسترجاع الحقوق المسلوبة للشعب البلوشي المضطهد، كما تتهم النظام الإيراني بممارسة مخططات طائفية في إقليم بلوشستان وباقي المناطق التي تقتنها الأقليات المضطهدة على يد نظام الولي الفقيه.